علماء دولة الكويت الشيخ من دكار طلاب علم بارك الله فيك تجلس 8 سنوات ما شاء الله الله يوفقك الحين شيخنا شنو العبر من كورونا هالمرض هذا ابد الانسان يقول يا الله والله ويتعلم الصبر هلا والله طال عمرك الله يحييك الله يحييك هذا الشيخ من دكار الله يعين والله الله يوفقنا وياك الله يوفقنا نصيحه منا لنا بهالمرض بارك الله فيك اقول مذكور بخير ان شاء الله في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيخنا انه يقول اللي توفى بالحمى تكفر ذنوبه فتشمل كورونا يكون شهيد يعني يكون شهيد الدنيا نعم يعني تأكدها انت شيخ من دكار لا شك شهاده شكرا نعم طال عمرك اسمك الكامل فلاح اسماعيل احمد من دكار الكندري شكرا شيخ.